ورجعنا مع بقى احلى الحاجات والشيف محمود وعامل لنا اكل جامد قوي النهارده. هي صلحتك يا شيف انا وانتوا طيبين. زعلان مني انا بقول في جرايم وفي حاجات خلص. لا اسلم عليكي ومنورانا طبعا كالعاده. الله يخليك. منور يا شيف محمود. كل سنه وانتم طيبين جميعا. انا النهارده جايب حته خروف كبيره معايا وانا جاي، فقررت ان انا اعمل فته موزه وطاجن رقبه ضاني وحاجات لا تتماشى مع حاجات بسيطه كده مع عشان الجو. لا عشان كده منى هربت قالت لا ضاني وحاجات. هي دايما عامله دايت بس طبعا كل سنه وانتم طيبين. قلت لها شيلي يا نهله، قالت لي لا كل سنه وانت طيبه يا منى. وانتي طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. على فكره الرقبه الضاني دي نسبه الدهون فيها قليله جدا. لا خلاص مفيش بقى، مش هنتكلم، احنا خلينا نستمتع بالعيد. العيد فرحه. بصوا انا عامل النهارده طاجن رقبه ضاني بالبصل، وعامل فته الموزه بالخل والثوم، والمشويات اللي هي كبدة وريش وطرب. هنوريكم ازاي نعمل الطرب وكمان التتبيلة بتاعة المشويات. هتبدأ بإيه؟ طب هنبدأ بالمقادير. بالرقبة الضاني. مقادير الرقبة الضاني بالبصل، أنا محتاج شرايح رقبة ضاني وكيلو بصل شرايح كيلو كامل، ووحدتين فلفل حار، ومعلقتين زيت ممكن ما نستخدمهمش كمان، وكوباية شوربة طبعا من شوربة اللحمة الضاني، وملح وفلفل وجنزبيل وكمون وبابريكا، معلقة معلقة معلقة، ومعلقتين دقيق وجوز تطيب. الله. مهم قوي جوز تطيب. وفلفل حامي. مش أي طاجن. بصي بقى، أول حاجة عشان يعني نظبط ده مع بعض. أيوة. هنحط هنا. أنا ممكن البصر. أساعدك. أنا هخليكي تساعديني على الشواية. واثقة جدا. نهلة شاطرة في المطبخ عشان تبقى عارف. شاطرة في المطبخ بس عشان بصي بنحط على البصل رشة الجنزبيل. أوكي. والبابريكا. أوكي. ممكن أنا لو عايزة والكمون أساعدك في ده. أهو. أوكي. وبنحط كمان، أجيب الملح والفلفل من هنا، وكمان نحط رشة ملح كده حلوة، ورشة فلفل. مش هقلبها كل الحاجات دي. لا أنا هقولك ده مهم قوي إن إحنا بإيدينا نطلع العصارة اللي في البصل ونخليها تشرب. أوكي تمام كده عشان الكاميرا. الناس تشوف كويس اللي بتعملوا الحاجات الجميلة دي. تفركوا ده كويس قوي مع البابريكا والكمون والجنزبيل. عشان المرتة اللي بيقولوا عليها دي اللي هي بالظبط كده. بالدومياتي. بالدومياتي المرتة. وبعدين هنا بتحطوا رشة فلفل ورشة ملح. وبعدين تحطوا دي النيفة يعني رشة دقيق. لا دي الرقبة. دي الرقبة. ايوه بصي بتحطي كده. طب ليه الدقيق بقى يا شيف؟ الدقيق هقول لك دلوقتي حالا كده، وبعدين تحطي دي كده. الدقيق ده ليه؟ علشان يعمل الصوص. شوية مرقة صغيرين مع الطاجن. ايوه. ولما ندخله الفرن هيدي كثافة شوية. تبقى تخينة شوية. بالظبط كده. ايوه. بصي بنقلبها كده كويس، وبعدين نجيب ده ونحط هنا كده بصل، ونحط عشان ما تتحرقش اللحمه دي كده. عدد فلفل كمان اهو. ايه فلفل حامي ده مهم قوي مع الجنزبيل والحاجات دي بتحرق الدهون على فكره. كده طبعا بصل وجنزبيل يعني وكده. ما تفكروش يعني بالعكس لحد دلوقتي عيد الاضحى ما تفكروش. طبعا ما تفكروش خالص. بس لما نرجع هنعمل حاجات صحيه. لما نرجع ان شاء الله وان كده الناس هتكرهني كده يعني. بلاش رجيم. بلاش اوعى تعمل. ونعيد كده والناس تنبسط. بالظبط مش كده ولا ايه؟ بعد كده بقى يحلها. تحطي كوبايه المرقه دي كده، وبعدين كام شريحه من الطماطم، ودخلوها فرن. هي بتقعد حوالي ساعه ونص. النار قد ايه بقى شيف؟ متوسطه يعني 180 مثلا. رشه فلفل كده صغيره 180 200 مفيش اي مشكله. ده ما تحطلهاش اي سوائل ولا البصل بقى هياخد. انا حطيت كوبايه مش ازيد المرقه مش ازيد من كده. كوبايه كويس. هدخل ده الفرن ونيجي ندخل على تاني حاجه. انت سالق جزء من الخروف يعني من الضاني عشان ده بتاع الفته بس. خلينا دلوقتي هنتكلم ده اللي حطيت المرقه بتاعته. وخلينا نتكلم المشويات. تمام خليهم. المشويات بقى المقاديرها ايه؟ بصوا يا جماعه انا جايب شرايح كبده وريش ضاني ونص كيلو لحمه مفرومه، ده عشان الطرب. منديل بتاع الخروف ده مهم جدا، وملح وفلفل وجوز الطيب، وبصلتين مهم قوي يبقوا مبشورين، وحبيتين طماطم مبشورين برضو، ومعلقتين زيت ومعلقتين بقدونس. الله. بصوا هنا اول حاجه بس هنعملها لا لسه هجيب هنا بقوله كمان
بصوا بقى، البولتين الازاز دول بناخد اللحمه المفرومه بتاعه الطرب نحطها هنا، ونحط عليها معلقه من الطماطم المبشوره، ونحط بقيه الطماطم المبشوره هنا. بتاعه الطرب يعني دي مجهزه مخصوص للطرب. اه. طب ايه بقى التكوينه بتاعتها؟ اهي اللحمه. لا يعني هي لحمه مفرومه صافي ما فيش صافي فيها حاجه. صافي، لا ما فيهاش حاجه. أوكي. بنعمل التتبيله بتاعتها دلوقتي. أوكي. بنحط اللحمه المفرومه مع معلقه الطماطم المبشوره ومعلقه بصل مبشور، ونحط بقيه البصل برده هنا. وبعدين ناخد الملح والفلفل. اتفضل. ماشي كده، حط رشة فلفل حلوة هنا وهنا، وهنا رشة ملح كده، وهنا رشة ملح، وبعدين هنا نحط شوية من البقدونس وشوية من منديل الخروف. جواها كمان جواها منديل الخروف وجوز الطيب. وجوز الطيب يا جماعة احنا مصريين. لا ده طبعا طبعا احنا مصريين. جوزة الطيب ما يبقاش طرب غير لما يبقى جواه الحاجات دي، الحوايج شوية جوزة الطيب. دلوقتي يا شيف في حاجة، اللحمة المفرومة لما بتبقى صافي بتفك. لا ايه بقى؟ لا البقدونس هنا بقى. بصي اولا هي مش هتفك لان هي ملفوفة من المنديل. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا حاطط نسبة الدهون. من المنديل ده بيدي طعم حلو قوي. لو والبقدونس بيساعد على المسك كمان. لو حابين لو حابين تحطوا اي نوع من انواع المكسرات جوه الموضوع كمان ده هيبقى مكسرات. حلو قوي. اه كده قلبت لبناني. المكسرات دي بيحطوها انا لبنانية. انا عاملها بلدي. اه لا احلى حاجه البلدي. صحيح بالطريقه البلدي. هشيل ده خالص واشتغل هنا كده. يبقى فيها طماطم وبقدونس وبصل. المهم المنديل. اه المنديل ده وحتت من المنديل. وحتت من المنديل. وانتوا يعني لكل اللي بيذبحوا عايزين المنديل ما يبقاش سخن كده وانتوا مش عارفين فين اوله من اخره، اول ما تاخدوه حطوه في ميه بتلج، هتلاقوه مسك نفسه وبقى بقيه الرقائق كده. كويس. بتاخده من ده كده وتحطه هنا وتلفوه كده كده، وبعدين خلوا دي كده. عايز اوريكي. لا لا عايز اوريكي حاجه هنا. التتبيله دي جوزة الطيب وملح وفلفل وبصل وطماطم بس. تاخديها كده وتاخدي عشان الشوي شرايح الكبده. لا ده انت أصبر. ايه ده مع الزعتر إيه ده؟ بقى حط لها زعتر. بصوا انا حاطط عود الروزماري ده هيدي ريحه حلوه قوي. هيدي ريحه حلوه قوي للشوايه. كويس. نخليه كده وناخد الكبده نحطها في التتبيله. فكره حلوه كده. ونروح على الشوايه. بصي روايح تطلع ازاي. ريحه حلوه. هناخد ده بس مش حاطط توم يعني بصل بس وطماطم. لا مش حاطط توم. بصل وطماطم وبصل وطماطم وفلفل وفلفل وملح وجوزة الطيب والزعتر والروزماري ده هيدي ريحه هيدي ريحه حلوه قوي بجد بجد. انا ما بحبش في اي حاجه تتذبح غير الكبده يعني دي مثلا اللي ممكن احبها قوي بس الكبده. تاكل كبده بس؟ لكن ما تاكليش فته ما تاكليش موزه ما تاكليش. فين الفته؟ لا يعني بعد العيد ان شاء الله. لا في العيد. الفته ما تتاكلش غير في العيد زي الكحك كده. طبعا ما تتاكلش غير في العيد. نهله بتعملي فته حلو؟ الحمد لله. ولا نسال لا بس مش لا بعمله. اسالي نساله. بصي انا بس بعمل فته كويسه بس مش حاجه زي الشيف. اول لا اكيد انت بتعملي اكل حلو ده انت كل يوم الصبح بنفطر. لا اكل. بصوا المنديل مهم قوي ان انتوا تبقى ده مقاسه ما يبقاش صغير. وعلى فكره ما تخافوش مش هيفك يعني. هو بصوا هو بيلف نفسه. بنحط يعني اللحمه كده ونلف دي كده. لو دي زياده ممكن نقصها ونعملها واحده تانية بس نلفها. مفيش مشكله لو لفيناها ونحطها في التتبيله هنا. تطلع يا شيف محمود المفتوحه بالظبط كده. الله بصي. الله انا هكتفي بالثلاث قطع دول. جوعتنا كده يا شيف مش معقوله. بصوا يا جماعه انتوا في تتبيلات الشوي بس عشان انا اتسالت في الموضوع ده كتير. انا عامل النهارده تتبيله طبيعيه جدا هي البصل والطماطم و المعلقتين الزيت والملح والفلفل وجوزة الطيب. في ناس كتير جدا بتحط حبهان مطحون بيغير يا بيغير. ناس كتير جدا يقول لك احنا بنحط زر ورد بيغير الموضوع. حاجات مش متعودين عليها. صدقوني دي صح. دي انا جربتها يا شيخ. الحاجه الوحيده اللي ممكن تزوديها عليها هي نص ليمونه او ورقتين نعناع اخضر عشان اللحمه الضاني او سنه خل ليمون او خل او نعناع. احنا فاضل لنا بقى الفته. يلا بقى بصي بقى انا هسيب دول على الشوايه نعمل الاكله اللي بعدها. هاجي لهم دلوقتي. بس نهله تاخدي بالك بقى ندخل على الفته. ايوه مقاديرها كالاتي. انا محتاج موزه ضاني او اي موزه تكون مسلوقه مع كوبايه رز ابيض وعيش بلدي يكون متحمص ومعلقتين سمنه وثلاث معالق خل ابيض وملح وفلفل وكوبايه
شوربه برضو ضاني. الله. وملح وفلفل احنا. اه ما هو ضاني. بصي انا هغسل ايدي واجي. اتفضل. إيه الاخبار الشوي ايه يا نهله؟ الشوي لا الشوي شغال تمام. خلي بالك. اه انت عايزه توديني هناك عشان لا عشان الكبده برضو ممكن تبوظ. بتستوي بسرعه عشان محمود صح؟ ما تقلقيش ما تقلقيش. هو هتاخد حوالي سبع دقائق ست دقائق سبع دقائق على كل على كل جانب بس كده. هوريكي دلوقتي. حتى الطرب حتى الطرب نفس السؤال ده. حتى الطرب تمام. طب نعمل الفته بسرعه بقى. يلا ماشي عشان مفيش وقت. ده بس هنستنى عليها تسخن. هقلب ده. انا ممكن اشتغل انا كده حاجه. بصوا كل حته من الطرب مسكت نفسها والكبده كمان طبعا. يفضل ان احنا الشوايه نحطها نحط الحاجات المشويه على الشوايه وهي سخنه بالذات الكبده. يعني بلاش تحط يعني على شوايه بارده. لازم تاكلي من ده. عايز اجري. لا تجري فين ده؟ ده كله شوي يعني كله حاجات صحيه يعني مفروض. بصي بقى ما تقلقيش. اوكي هنا هنحط معلقتين كبار سمنه كبار من السمنه. ايوه. وبعدين ناخد الموزه نشوحها نحطها هنا كده تتشوح. انا ممكن كويس. عشان نلحق اساعدك بس هي دي مسلوقه بس. بتقعد قد ايه في السلق الضاني؟ هو فاضل وقت قد ايه؟ فاضل وقت قد ايه؟ عندنا وقت قد ايه؟ ثلاث دقائق. حلوين قوي يا جماعه. محمود هيعمل هنلحق اوبن بوفيه. طيب اوكي كويس. اسخني بقى. بصوا انا هنا كل اللي انا محتاجه ان انا احط شويه من العيش المتحمص ده. اوكي كويس. وبعدين يبقى عندي توم معلقتين كبار من الثوم والموزه. النهارده احنا مش عاملين صلصه، احنا عاملين الفته بالخل والثوم. فاحنا بنحمر دي، دي هتبدا تتحمر دلوقتي. يعني قدامها دقيقه عشان تبدا تسخن. وبعدين نبدا نحط. هتعمل الطشه عليها على اللحم؟ مع اللحم. الله الله. حلوه. عشان اللحمه تبقى ممتزجه بالظبط. مش دي طعم دي جديده دي يا شيف. حلوه قوي. أيوة. انا بعمل مش جديده قوي. لا انا بعملها يعني لوحدها لوحدها. وساعات احط شويه بالشوربه شويه من التقليه, من التقلية على العيش فتاخد يعني العيش بالزبط. يشرب منها يعني اقسمها نصين. لا أستاذة. وبعدين بحط بقى شويه من في الصوص او اللي هي الصلصه اللي على الوش. المشكله انك ما بتاكليش بالاكل ده اكيد. باكل والله على نشاطك يا نهله ما شاء الله. باكل بس زي ما قلت لك. حاجات صغيره خير الامور الوسط. وناكل بدري. وناكل بدري قبل النوم بثلاث ساعات. ثلاث ساعات على مظبوط. وبعدين نرش عليها. هي عايز. مش هنعمل فيها حاجه غير ان هي تبقى سخنه يعني. هي ابتدت. حط رشه فلفل. فلفل ملح وفلفل كده وكمان رشه من جوز الطيب. جوز الطيب طبعا. جوز يعني الضاني دايما بيحب جوز الطيب. انا هديكي دي دي بتاعتي. محمود دي شمي ريحتها. شمي ريحتها هتعجبك قوي. ودي المشويات. ايوه الله. يلا يا منى اهو بقى بالها. طبعا تسلم ايديك. الله الله الله. أيوة. ودي وده الطاجن. استني الفته هنعملها دلوقتي. اوكي وده الطاجن. يا سلام يا الله منا. وايه الطواجن الجديده الحلوه دي؟ انتاج سخي جدا. انا عايز اقول لكم ان معلومه بس عن الطاجن سريعا. لازم ان احنا كنا نغطيه اول ساعه وبعدين نشيل السيلفر عشان ياخد وش. عشان ياخد وش بالظبط. بص اول ما تبدأ طبق الفته بقى. الفته اهي بقى الفته الجميله اللي هي دي. دي بقى جنبهم. بس انا عايز اوريكم هنا هتعملوا ايه. اوكي ورينا. احنا معاك. انا معاك. اتفرجوا بقى على الحاجات الحلوه دي. الله تسلم ايدك شيف محمود. انت شوحت ال بصي اول ما تبدا تاخد لون خفيف. الثوم ياخد لون خفيف نحط عشان ما يحرقش. معلقتين. تسلم ايديك يا شيف. والاكل تحفه. وبنشكرك وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وكل الناس وكل العالم بالف خير وصحه. ويا رب سنه سعيده علينا وعيد زي الفل. وان شاء الله اللي على وقفه عرفات يدعوا لنا كده اهوت يا رب باذن الله. ويرجعوا لنا بالسلامه. نهله رأفت نورتينا وشرفتينا في الستات. ميرسي يا حبيبتي. ونتمنى نشوفك تاني بعد العيد في احسن صحه واحسن حال. شكرا شيف محمود. اشوفكم على خير السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله. اجازه سعيده وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب.